سلام، انا معاد احبوش، مرحبا بك في هذا الفيديو. دونك دابا كوننا انا وياك صداقه، اخي الافيوني حتى اختي الافيونيه. اليوم تكون الحلقه الرابعه، عارف فرعوا لي راسي بزاف، دير لينا الشابيتر اين شابيتر كدوي. المهم هذا الشابيتر 9 و10، والناس اللي تعطلت عليهم استسمح شويه ديال العيا وصافي. المهم ما تنساش دير لايك، لايك باش تكون جازيتي خوك الفلاح. نكملوا الروايه. دونك في الحلقة اللي فات كنا دوينا على كانديدو وكونيغوند فاش تلاقاو وكانوا شادين الحديد، وليهودي إيساكار فاش دخل ولقى كونيغوند مع كانديد. إيساكار ليهودي شعل مزيان وبدا كيسب كونيغوند، كيقول لها كيفاش انت العاهرة، ما كفاكش المحقق اللي تا هو مشاركني فيك، جبتي حتى هاد بوزبا اللي شاركنا فيك، ولا عندنا الهاتريك هنايا. إيساكار بطبيعة الحال كان كيقصد كانديد، بقى كيعربط كيعربط، واحد شويه هز المضه اللي كان خاشيه في السروال هاد إيساكار، وهجم بيه على كانديد. كان يسحب ليه بلي كانديد ما هزش معاه حتى شي مضه، ولكن كانديد فاش كانت ديك الشارفه كتهلا فيه وكتقابلو، فاش كان مجروح وكانوا فيه دوك الندبات، فاش عطاتو الحوايج، من ضمن دوك الحوايج اللي عطاتو يلبس كان واحد السيف طويل شهوه منه قد الكراطه. وكانديد في ديك اللحظه مع كان خفيف هز داك السيف، هو يخشيف إيساكار طيحو بحال الحولي. إيساكار طاح جوته هامده حدا رجلين كونيغوند. كونيغوند غوتات الله، يا ربي الله فين كالقديسة مريم، ويلي شنو غنديرو دابا، ويلا جاو البوليس، ويلا جات الشرطه. كانديد بطبيعه الحال ما هو مصيد في التفكير وما عارف شنو دار، فقال لي وكون كان دابا بانجلوس حدانا كره قال لي انت هادشي من الخير، مالك انت علاش هز الهم. قال لي كانديد نسولو الشارفه نشوفو شنو غتقول لينا وشنو الراي ديالها. ديك الشارفه كانت حكيمه وبدات كتعطي في الراي ديالها، شويه تفتح الباب الصغير اللي كان كيدخل منه المحقق، داك المحقق الكبير الشريك ديال إيساكار في كونيغوند. والمحقق بطبيعه الحال كان الصباح ديالو في كونيغوند، دخل شاف كانديد وإيساكار ميت وكونيغوند خايفة والشارفة باركة كتعطي في النصائح. كانديد ما صدعش راسو بزاف، ضرب واحد الحسبة ما بين راسو في 0.000 تانية بالزربة، قال دابا إلا أنا ما درت والو غادي يحرقني ويقدي حرق حتى حبيبتي كونيغوند. والسبب اللي كان في الدق اللي كليته من ديك الحفلة كان هو، والشنقة ديال بانجلوس كان هو. كانديد بلا ما يتردد طيح الحاولي الثاني اللي هو المحقق، نزل عليه بالسيف وطيحو حتى هو جثة هامدة. كانديد مسكينة خايفة وكتلعتم، قالت ليه كانديد انت مخلق وما كتقدش تقتل، في جوج دقائق صفيتيها لجوج رواح. وكانديد فعلا ما كانش كيأدي الناس، كان من الصغر طالع مخلق وما مربيش انه يأدي الناس ولا شي حاجة، ما كانش شي بوزبال. ولكن كانديد غيعطيها واحد الجواب اللي غيكون مقنع واحد شويه. قال لها كانديد الحبيبه ديالي، على راسي وعيني انتيا، ملي كنكونوا مغرومين ومغيارين ومضروبين من المحكمه الدينيه ما كنبقاوش نعرفوا راسنا شنو كنديروا. كانديد مسكين ما داش عليه قليل، راه تعذب مع الفيلاق وتعذب مع الحفله ديال لي شبونه، وتعذب في القصه ديالو كانت حافله بالعذاب. فانطقت الشارفة قالت ليهم راه خصنا نشوفوا شي حل، ضروري نهربوا من هنايا. قالت ليهم الشارفة راه كاين واحد ثلاثة ديال العودانات في الإسطبل مع السراجات ديالهم والجامات ديالهم، يجيبهم لينا الشجاع كونيغوند البطل المغوار. وكونيغوند عندها الألماس والذهب، ما يخصنا خير. واقترحت عليه أنهم يمشيوا لكاديكس على العودان. كاديكس مدينة زوينة، الجو زوين فيها في الليل وكل شي هو هداك. كانديد سمع الهدرة، مشى جاب العودانات، جاب السراجات وجاب الجامات وكل شي، وكل واحد فيهم عبز في عود، يعني كونيغوند عبزات في عود وكانديد كذلك، والشارفة هي عبزات في عود، وخا الشارفة مسكينة كانت كتقد تجلس غير على جهة وحدة. هاديك جهة وحدة من الأرداف غادي تجي قصتها من بعد، غيتسناها. المهم شدوا الطريق ديالهم بالعودان ومشاو تقريبا 30,000 ميل بلا ما يوقفوا. الدار اللي تقتل فيها ليهودي إيساكار وتقتل فيها داك المحقق وصلوا لها الميليشيات العسكر، ف
فهزوا المحقق ودفنوه في واحد المقبره ديال المسيحيين، مقبره مسيحيه زوينه، واليهودي إيساكار لاحوه في الزباله. المهم انت فهمها كيما بغيتي هكا حتى فولتير. دابا كونديدو كونيغوندو الشارفه وصلوا لافاسيا، واحد المنطقه في اسبانيا، وحبسوه يهضروا في واحد القهوه. اذا شنو البلان اللي غيدويو فيه؟ كونيغوند الذهب والالماس اللي كانت هزاه معاها تشفروا ليها، بدات كتويل كتقول كي غنعيشوا؟ شكون دابا اللي غيعطينا فلوس؟ كي غنديروا ناكلوا؟ شكون اللي غيعاوننا؟ الشارفه قالت ليها كنتمنى ما نكونش حكمت بالغلط، ولكن البارح فاش وصلنا لباداجور واحد المنطقه ونزلنا، نزل حدانا واحد الراهب فرانسيسكاني، ديما خاص شي راهب فرانسيسكاني، وفاش رجعنا كان هو مشى في حاله، دونك هو غالبا هو اللي غيكون شفر الذهب والالماس. كانديد غيحبس يفكر وغيقول فينك بانغلوس فاش كنتي كتقول الخيرات ديال العالم كتقسم بالتساوي؟ كون بالصح، كون راه خلى لينا الشفار الفلوس باش نكملوا الرحله ديالنا لكاديكس. كانديد دار لجيت كونيغوند قال ليها ما بقى ليك والو، قالت ليه والو ما بقى ليا والو. دابا هما طايحين في مشكله، شكون غيلقى الحل؟ ديك الشارفه غادي تقترح على كونديد واحد الحل زويون. قلت ليه حنا عندنا ثلاثة ديال العودانات ياك، نكملوا على جوج عودانات، انا وكونيغوند نعبزو في عود وانت عبز في عود، وداك العود اللي الثالث غنبيعوه. مهم خداو القرار وباعوا العود لواحد الراهب بوندوكتي. ومن بعد المسيرة والطريق كانديد والحريم ديالو وصلوا اخيرا لكاديكس. مع وصلوا لكاديكس شكون غيتلاقاو تما؟ العسكر ديال اسبانيا والبرتغال كيصاوبوا واحد السفينه قدها قداش وكيطلعوا فيها البابا المسيحيين اللي كانوا ضد الملكيه ديك الساعه. كانديد بحكم التجربه ديالو مع الجيش ديال البلغار دار التمرين للجيش ديال اسبانيا والبرتغال قدام القائد ديال الجيش، فالقائد عجبو الحال، عجبو الاداء ديال كانديد، فاعطاه فرقه ديال المشات هو يقودها. دونك دابا كانديد ولا قائد نعامس، وتبحر مع كونيغوند فوق السفينه ومعاهم الشارفه كذلك وجوج الخدم ودوك جوج عودانات. كان كونديد وكونيغوند في هاد البيريود هادي كل رحله كيتفكروا الفلسفه ديال بانغلوس. كل رحله كانديد ديما كان كيقول لكونيغوند حنا غاديين لعالم اخر، غاديين لواحد العالم زوين، عالم ديال التفاؤل. كونيغوند كانت كتجاوبو كان بغيك بزاف وكان بغيك من كل قلبي، ولكن خاطري مازال خايف من داك الشي اللي داز علينا. قال ليها كونديد الامور غتمشي للافضل ان شاء الله، البحر اللي كان بحرو فيه في القارة الامريكية حسب بزاف ديال البحورة ديالنا هو احسن بحر في العالم، يعني البحورة ديالنا كيوالو مع البحر ديال القارة الأمريكية، البحورة ديال القارة الأوروبية قل. فهذا البحر هذا هادئ وفيه الهواء، والهواء كيكون فيه باستمرار، العالم الجديد أفضل من العوالم اللي دازت. قالت ليه كونيغوند كما بغى الله، واخا كنت عايشة في التعاسة وما بقيت كنشوف حتى شي أمل قدامي. نقزت الشارفة وقالت ليهم وانتو ما كتشكيو واخا ما دوزتو والو في الحياة، داكشي اللي دوزتو انتو ما وليداتي راه 0.0001 من داكشي اللي داز عليا انا. كونيغوند كانت حابسة الضحكة، حسات بهاد الشارفة هادي ظريفة كيوت، ملي قالت هاد الهضرة هادي حسات بها بحال كيوت اوكي. فما كانتش عارفة هاد الشارفة هادي بطبيعة الحال. ملي قالت ليها هي باللي دوزت كتر منها في المعاناه، قالت ليها كونيغوند كون غتصبوك جوج بالغاريين وتطعنتي في كرشك وتهدم القصر اللي كنتي عايشه فيه وتذبحوا والديك قدامك، وشفتي جوج كتبغيهم في حفله ديال الحرق، واحد كتبغيه وواحد المعلم ديالك، كل واحد كيتعذب فيهم، راكي غلبتيني. ونزيدك باللي انا تولدت بارونه وعندي 72 درجه في النسب، وخدمت طباخة الواحد المخلوق اللي انا ما عارفة عليه حتى شي حاجة. جاوبتها الشارفة انتي راكي ما عارفاش اصلي، وإلا وريتك مصاطتي مصاطة زعما ما غتقوليش هاد الشي. هنا بدات يدخل الفضول كانديدو كونيغوند على الشارفة، ويلي هاد ختنا هادي
كيفاش كتر منا وشنو القصه ديال داك المساطه ديالها اللي هي الردف تيتسمى بالردف جايه من الارض. فعاودت لهم القصه ديالها الشارفه وهي اللي غنعاود لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا بزاف على الاستماع، ما تنساش لايك وابوني والعباد وداكشي وهادشي باش تخدج زينه اخويا او لا اختي. وغنكملوا هاد القصه ما غنغبرش بزاف. بيس اند لاف، الى اللقاء.